صحيح بسانتو يستحقه كل تكريم وكل هذه المكتسبات اللي انت اتكلمتي عنها في البداية واللي تحققت للمرأة خلال الفترة اللي فاتت هي انعكاس لإرادة سياسية قوية لدعم المرأة. عشان كده سيادة الرئيس قال امبارح بشكل صريح إن انحيازه للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها هو واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة. عشان كده بنشوف كل هذه المكتسبات السياسية الاجتماعية الاقتصادية واللي تحققت للمرأة في السنوات اللي فاتت. عندنا نسبة تمثيل المرأة في البرلمان حوالي 27%، يعني بنتكلم في 162 نائبة، ده غير طبعا أنه في مجلس الشيوخ عندنا 38 نائبة. في الوظائف الحكومية وصلت نسبة تمثيل المرأة ل 45%. لو هنتكلم كمان عن التمكين الاقتصادي فهنلاقي أن نسبة المشروعات الموجهة للمرأة 68%. كل ده بيعكس في النهاية حقيقة واحدة، وهي أن المرأة أصبحت فاعلة وبشكل أساسي في المجتمع، وعندها كل المقومات اللي ممكن تساعدها في أنها تنجح وتعبر عن نفسها في كل المجالات. صباح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.